في أول زيارة خارجية منذ توليه الحكم في 11 يناير لعام 2020، حطت رحال سلطان عمان هيثم بن طارق في أرض المملكة العربية السعودية. الزيارة تأتي تلبية لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر ليومين من 11 حتى 12 يوليو لعام 2021. اللقاء بين الملك سلمان والسلطان هيثم يعد اللقاء الثاني بعد لقائهما في يناير 2020 بمسقط، عندما قام الملك سلمان بأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور. زيارة تمثل مرحلة جديدة تهدف لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والبشرية. محللون سياسيون أكدوا أن عمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 في كثير من القواسم التي ستسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في العديد من المجالات والبرامج بين البلدين.